حاضر وتحت أمرك ومن عينيا وانت تؤمر، كلام بنقوله لبعض. ولو واحد محب بجد، عاشق بجد، بيقوله من جوه قلبه، بيبقى بالنسبة له أمر حبيبه ده أهم من الدنيا وما فيها. ممكن يخسر عمره بس عشان خاطر أمر حبيبه، ولو يعني شاف بس عينين حبيبه كده فرحانة، ياه بالدنيا وما فيها. طب تخيل ده ما بيننا احنا كده كبشر، اللي أمر واحد مننا ممكن يودي التاني في ده، يعني ممكن يمرك بحاجة توديك، بس بتعمله عشان بتحبه. فما بالك بقى بأمر ربنا سبحانه وتعالى اللي أكيد في منفعة لنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أمر ربنا اللي مليان حياة: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، يفوزوا في الدنيا والآخرة. وهي دي تاني قاعدة، الطاعة، اللي بيحب بيطيع. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قاعد كده وجم ثلاثة يسألوا عن عبادة النبي، فكأنهم تقالوها، قالوا: لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا محتاجين نعبد اكتر من كده شوية. النبي لما سمع كده حد بيقول بس ان انا ممكن ابقى اطيع لله من النبي، قال: لا 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 لا، ثانية واحدة، اما والله اني اخشاكم لله واتقاكم له، مفيش حد اطيع لربنا مني. ده بس اسمعها، لما تسمع قصة سيدنا إبراهيم، قصة الأب اللي قعد لغاية سن كبير محروم من الولاد، ولما ربنا سبحانه وتعالى اداله الولد اداله قرة عينه إسماعيل، أحب خلق الله لي. فهو في يوم نايم شاف منام إنه بيذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فراح قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما ابنه قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، وخده عشان يذبحه عشان يطيع ربنا، ربنا فداه. ربنا مش هيسيب الطائع يقع في مشكلة أبدا، هو مجرد بيختبرك أطعت؟ آه، لا، ينقذك ويفتح لك ويسر لك أمرك. خدوا بالكم من سيدنا إبراهيم، ده خليل ربنا سبحانه وتعالى، يعني كان يقدر كده يروح لربنا يقول له: طب يعني هو لازم ذبح؟ طب يا رب حاجة أخف من كده شوية، طب أقطع له صباعه، طب أي حاجة، لكن ذبح. اللي بيحب ما بيفصلش. فلو جيت قلت لك بتحب ربنا، بتحب ربنا، طب بتطيعه؟ يعني لما ربنا قال لكم صلوا، قال لك اتحجبي، قال لكم بلاش علاقه حرام، امركم ونهاكم، كان في طاعه ولا كان في فصل؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب لازم؟ يعني اصل انا مش مرتاح للموضوع دلوقتي، اصل انا مش مقتنعه. لو لقيت نفسك كده بتفاصل، اعرف ان الحب ده مش حقيقي. اللي بيحب بجد بيطيع. ودي كانت القاعدة التانية، الطاعة. ان شاء الله استنونا بقى مع القاعدة التالتة اللي هتبقى، ولا نخليها للمرة الجاية. هتوحشوني. اني احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.